إن أنت تقول هل صحيح أن الزكاة لا تجب في الذهب إلا إذا كان وصل إلى 7 سبائك ذهبية؟ ليس هذا بصحيح. الزكاة تجب في الذهب إذا بلغ النصاب ومقداره 20 مثقال أو 20 دينار من الدينار الإسلامي الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدينار من الذهب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مثقالا، ومقداره بالجنيه السعودي 11 جنيها ونصف الجنيه، وغرامات 92 غراما تقريبا. هذا هو نصاب الذهب. أما السبائك فلا يحدد بها لأنها تكون كبيرة أو قليلة، لا يحدد بها، وإنما يحدد بالمفاتيح كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لا.